نفرح أبطالنا ننجح بعزمنا فافرحوا وهللوا لنصرنا بخطوة واثقة وهمة صادقة نمشي على الطريق نصنع الفريق حلم واحد مجد واعد يا أبطال نسر ساحق علم خافق لا محال أملنا سجل هدفا هيا يا كابتن ابعد الكرة يا نضال أعزائنا أينما كنتم قبل لحظات من بداية الشوط الثاني من هذه المباراة النهائية المؤهلة لبطولة المدارس العليا بين فريقي الكمال والينابيع ما يلفت الأنظار هو حضور مهاجم فريق مدرسة السعادة العليا وقائده عاصم من المنطقة الوسطى وأكرم وفداء لاعبي فريق مدرسة الشهاب العليا من المنطقة الشرقية جاءوا ليشهدوا وقائع هذه المباراة الحاسمة في المنطقة الغربية نذكر بأن شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الينابيع على الكمال بهدفين مقابل هدف إن شبابنا في قمة نشاطهم وأنا واثقة بأنهم سيعدلون في النتيجة لمصلحتهم تلعبون جيدا ولكن لا عبرة في اللعب الجيد من دون تسجيل الأهداف هيا إلى الفوز يا شباب هيا, هيا. إياد أظهر قوتكم كاملة يا شباب فأنتم قادرون على صنع الفوز عفوا ابتسما فأنا أصوركما صور المباراة ودعنا نحن الآن يتوقع أن تأخذ المباراة اتجاها آخر في هذا الشوط ففريق الكمال لديه قدرة على تغيير النتيجة والينابيع كذلك فهل سنرى أهدافا أخرى في هذا الشوط؟ ينفذ إياد كابتن الكمال ضربة البداية يتقدم سامر نحو الهجوم وبشر يتقدم نحوه يواصل اللاعبان ما بدأهما مع نهاية الشوط الأول من مواجهة يتناسعان على الكرة مراوغة سامر لم تجدي أمام خبرة بشر ما هذا اللاعب لا يعرف حتى